اللمسة اللي أنا بحطها في حكاية بسيطة. مرحبا هي، نورتوني في بيتي اليوم في استوديو هنيدة. كيف أصف علامة هنيدة اليوم؟ أقدر أقول كيف أصف هنيدة اليوم؟ هنيدة بدأت من حاجة صغيرة جداً، والحمد لله هي لسه في مرحلة تطور. صحيح وصلت لمرحلة أنا راضية عنها كثير الآن، في فترة 7 سنوات حققت نجاحات مرة كثير وتعلمت خلالها أشياء مرة كثير. العلامة التجارية تحكي قصة البراند. اللوجو حق هنيدة أصلاً حرف الH، معمول حرف الH ومعه 4 حروف بالعربي حقت حرف الهاء. من خلال الأزياء حقت اللي أنا بعملها بأرخ بعض الأحداث وأسلط الضوء على جمالية المرأة من ناحية شخصيتها، من ناحية النجاحات اللي عملتها، كيف لما أنا أكون لابسة حاجة بتمثلني وبأكون سفيرة فيها لبلدي. دائماً مهتمة أن يكون في عندي هدف للبراند هنيدة، أروي قصص جميلة كثير من الناس ما يعرفوها عن طريق الأزياء. كل شيء حولي يلهمني، قصص وروايات ناجحة، الموسيقى، السفر، المتاحف اللي أنا بروح أزورها، وأحياناً حوار يكون بيني وبين بنتي أو ابني أو مع صديقة لي. النهضة الحضارية والثقافية اللي الآن المملكة العربية السعودية بتعيشها، هذه لوحدها قصص ملهمة. شكراً كثير هي لزيارتكم اليوم، ويلا بينا على استوديو هنيدة. السوق الأجنبي متعطش متعرف على التراث والحضارة السعودية من خلال الأزياء. كان استقبالهم في هارودز أو في ساكس حلو، بيرجعوا كل شوي يطلبوا مرة ثانية من البراند، فهذا سبب واضح إنه البراند ناجح الحمد لله. من أكثر الفساتين العزيزة على قلبي الفستان ده، استوحيته من والدتي وسميته الحديقة السرية، لأنه دائماً بين كل أم وبنتها في أسرار ما يعرفها غير هم الاثنين. أخذت صورة ماما وهي باللبس الحجازي وطورتها شوية وحطيتها وعملت لها برينت مخصوص على الفستان، ومن هنا بدأت الانطلاقة. أنا ليش بدي أقبل أكون سفيرة لبراند شوبار؟ أول حاجة إنه أنا أكسر التصور أو النظرة النمطية عن المرأة السعودية، وكمان في نفس الوقت أقول لبناتي مدام في حاجة أنت تبغى تسويها تقدر تسويها، مدام أنت محافظة على الإطار الصحيح وبتعمليها بالطريقة الصحيحة اللي ترضيك وترضي مجتمعك، تصورك عن شخصك أنت كيف بده يكون. ففي كثير من الأهداف للتو براندز هنيدة وشوبارد نفس التصور ونفس الرؤية. فجأة جاني تليفون، أصحى على مسجات ما وقفت. إيفا وقت الميوزيك أورد لابسة من هنيدة، أنا ما كنت مصدقة، كانت لحظة تاريخية للبراند. أنغام راحت ولبست فستان أسود كله كده دانتيل، وأنا جلسة بتفرج على التلفزيون فجأة ألاقي يقول الفستان ده شكله مو غريب. لقيته هنيدة. أول من بدأ يلبس من عندي كانت الأميرة ريمة بنت بندر، بعدين صارت فيه الأميرة لمية بنت ماجد، الأميرة الجوهرة بنت طلال، والكثير الكثير منهم اللي أنا أصلاً أكون مرة مبسوطة وفخورة إنهم هم بيلبسوا من عندي ويحبوا إنهم يدعموا المصممات السعوديات. أميرة رجوة من أكثر الناس المقربين لقلبي اللي اشتغلت معاهم، كان في نقلات متتالية بعد ما اشتغلت معاها. في عندي كده ناس في بالي نفسي يلبسوا من هنيدة، الملكة رانيا العبدالله، كيت ميدلتون، أنجلينا جولي، جوليا روبرتس. الحقيقة الممثلات العربيات يعني ليهم حضور مرة قوي، وتقريبا شرفت إنه كلهم لبسوا من عندي. كمان درة، هند صبري، الأيقونة يسرى، يعني أتمنى إنه كلهم يلبسوا من هنيدة، ولا لبسوا من هنيدة يفضل يلبسوا من هنيدة. نيويورك، ميلان، باريس ورياض، كلهم يقولوا لي نبغى نيجي رياض فاشن ويك، نبغى نيجي رياض فاشن ويك. قلت لهم أكيد من عيون الاثنين. رياض فاشن ويك حتكون نقلة جدا مهمة، احنا الآن برضو في طول المناقشات، سألنا بنرتب للموضوع ده من أول. المرأة السعودية حققت كثير من النجاحات في جميع الأصعدة، في مجال الأزياء ما في شيء يصعب عليها،
كسرت جميع الحواجز وأصبحت ملهمة لغيرها من السيدات في عالم الأزياء. الحضارة السعودية عندنا والأزياء السعودية لها بصمة مختلفة بتاريخها، بجمالياتها، بألوانها، الطبيعة الجغرافية حقت السعودية مختلفة عندنا. الدمج ما بين الملابس الترندي بالجاكتس بالمشالح اللي كيف بيعملوها الآن بطريقة جديدة، صار كثير من الأجانب يحبوا يلبسوها عشان ينتموا لما يميز السعودية من كل الجمالات اللي موجودة فيها.